الشلل الدماغي. وقولي الحاله ديال فاش دينا مؤخرا على كان شاد فيه الكريز وديته لمحمد الخامس وما بغاوش يشوفوا عطاوني شهر ديال الرونديفو. كان عنده كان عنده كريز هو كريز وما بغاش يدوز ليا عطاوني شهر تقول لي سير شدي الرونديفو. فاش مشيت شديت الرونديفو فيها ديك الورقه ديال الرونديفو حتى هي جبديها جيت غنبقى نشوفو كيشدو شهر هو يبقى يشدو الكريز حتى جي مديتو عند الدكتور بن شمسي ما تسميش ديك الساعه ودار له شبكة وبدلوا الدواء ديك الساعة صافي والحمد لله جا مشي جا لاباس في الليل شرب الدواء ديالو تقالت نعس لا غدا الصبح لاباس. اهلا وسهلا مشاهدينا لا تنسى ما تعاود انا غنرجع عندك اخويا زكريا خليك معايا هو على المباشر. مشاهدينا مساءكم سعيد وتحياتي لكم اينما كنتم واينما تواجدتم داخل الوطن او خارجه. الله يسمح لنا من الوالدين فغادي نقولوها ونبقاو نقولوها خصوصا اللي الله جرب هاد الشعور هذا وهاد الاحساس وخصوصا ملي كتقاس في الفلده ديال الكبد ديالك وداك الوليد الاول اللي بالشوق ديالو بالحراره ديالو بكل شيء ليه. فكنعرفوا بعض الاباء والامهات وكاين بزاف الناس اللي معايا هنا وغادي يشاطروني الراي في هاد المساله. الوليد الاول راه شي كيغطي من هنا شي كيجري على الدبان شي كيجري على اي حاجه ما تدخلش انا موسى ما تدورش حداه لكن الحمد لله قضاء الله وقدره. اختي ما كندوش باش تبكي ما بغيناش نبكيوك الحمد لله الا ما رضيتيش بقضاء الله. اذا فالاخت اللي امامي هي زوجها شابه اخوان معي الزوج كذلك اخويا زكريا اللي حاضر معايا هنا ابن المدينه القديمه مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في. زوجين شابين في بدايه حياتهم الزوجيه يلا قالوا بسم الله اربع سنين ديال الزواج الان اعطاهم الله واحد البركه اللي هي اي زوج وزوجه يعني كيبغيو داك الوليد الاول لكن قدر الله ان هذا الوليد زادوا فيه بوصفير اللي كما قالت لنا الام انه ضرب ليه خلايا في الدماغ واللي خلاو ان الحاله ديالو تكون صعيبه شويه. والان مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في غنسمعوا الام والله يسمح لنا من الام بزاف لانه تناشدكم بالدموع مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وخصوصا انه تزمان دار. فهاد الاسره اللي انا معها الان كانت بالابارتمون ديالهم بالفريج ديالهم بالمسائل ديالهم لكن كورونا الله ياخذ فيها الحق ياك الله ياخذ فيها الحق كاملين ندعيو فيها قلبات الحياه ديال هاد الكوبل راسا على عقب تلقاو راسهم انهم ولاو ساكنين في بيت فيه الفراش فيه الكوزينه فيه كل شيء. دابا ندور لكم كاميرا مشاهدينا وغتشوفوا هاد الوضع اللي ولاو كتعيشوا هاد الاسره. هذا يعني هذه الدنيا هي هكا دايره هي يوم لك ويوم عليك ماشي ديما هي غدا بحال هكا ولكن الحمد لله الانسان هو اللي كيصبر وتكون اليد واحده. قالت هاد السيده ان راجلها جلس من الخدمه وتقهرات بالمصاريف والدواء والترويض وبغات المغاربه يعاونوها. شوفوا معايا هاد البث المباشر مشاهدينا نشاركوا هاد الكوبل هذا الهم ديالهم ما عرفتي نقدروا من خلال هاد البث المباشر نفكوا عليهم هاد الكربه اللي هي كربه من كرب الدنيا هي لا شيء امام الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيء. فراه يقول كن فيكون ربي قادر يشافي لك ولدك ويقاد الامور كامله ويشافي جميع المرضى. مشاهدينا خليكم معايا في هذا البث المباشر اللي كنتمنى تشاركوا معنا وتتابعوا حتى الاخير. اختي على المباشر الان انت مع مشاهدي مع خوتك وخواتاتك من داخل الوطن ومن خارجه اللي غادي يشاركوا معك هذه القصه ديالك شنو وقع لك اختي بالضبط. بعد السلام عليكم ورحمه الله. تنشكر الاخ منير الصحفي ديالنا الكبير اللي مسكين ما ترددش مني تواصلت معاه ما ترددش باش يجي يشوف الحاله ديال الابن ديالي وكنشكره من هذا المنبر وكنشكر قناه شوف تي في اللي هي القناه المحبوبه على قلوبنا وعلى قلوب المغاربه كاملين اللي كتعرض القضايا ديال الناس وكتحس بالناس وبالمعاناه ديال الناس بالمعاناه ديال المجتمع كنشكرها بزاف كنشكر المشاهدين ديال شوف تي في. انا خويا يلا تزوج ربع سنين هذه كانت الحاله الماديه ديالنا الحمد لله ميسوره في الاول كنا عايشين واحد العيشه مزيانه الحمد لله. من بعد ما جات كورونا شويه ازمه الوقت راجلي خرج من الخدمه ومن بعد اكتشفت بان الابن ديالي هو الاول عندي انه مصاب بشلل دماغي حركي وصراع. مني سمعنا خويا هذا الخبر ما نكذبش عليك جانا بحال الصاعقه
وبالنسبه ما عندكش تجربه، ما عنديش تجربه انا، ما يعني ما عارفه الولده الاولى ما كتكونش عارف بزاف د الحوايج، ما كتكونش عندك واحد الاكسبيريونس في هذا الشيء ديال لي بيبي، ما كيكونش عندك بزاف د الحوايج، وانا ما عارفاش بصح نيت بزاف د الحوايج ما كنتش عارفاهم. قال لي زكريا دابا، قال لي غير هذاك فاش تفرق ليه راسه ولا جات شي حاجه كدوروا عليه. بقينا كندوروا ما عرفناش، انا ما عرفتش تخرج له بقوه ديك الحرد الغوات، خرج له ديك الفتق اللي هو فتق، ديك الفتق الارابي بجوج جوايه ديالو، وعاوتاني قاسينا وعانينا باش نديروا له العمليه على عند الساعه، عنده شهرين و10 ايام، حتى ان البناج ما بغاش يدير لنا الاول فيه ليه العمليه، قال لنا البيبي ما عندوش، هو كان عنده البوا ديالو شويه ناقص بزاف وما عندوش العروق، قالنا ما نقدرش انا نخاطر به، هو نمشي ندخلو البلوك نخاطر به، المهم نتساعد معنا واحد الدكتور اخر الله يجازيه بخير. نسالكم الدعاء مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، فدعوه الغريب كما كنقولوا مستجابه. نعم، ودرنا له اخويا العمليه والحمد لله شويه. الو، السلام عليكم ورحمه الله. الو، السلام عليكم ورحمه الله. ودائما وعلى المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، قطعي دائما مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، كنتمنى انه ندعيو مع هذا الوليد هذا وجميع الوليدات اللي واقع لهم بحال هكا، خصوصا في الزياده الاولى. كيفاش وقع ليه؟ كيفاش تزاد خويا؟ انا ولدت في مستشفى عمومي، يعني ما ديال الولاده في مكناس. وانا خويا انا مني ولدت ما يعني ما كانش عارف بزاف د الحوايج، هو مني تزاد فيه الصفوره، انا ما عارفاش، صافي كتبوا لي الخروج فيه بصفير، تولد فيه بصفير مع الزياده. المهم هو كان فيه ديك الساعه في الولاده بصفير. قبل ما تولدي انا درت التحاليل، درت كل شيء، قالوا لي ما عندك حتى شي حاجه، درت التحاليل كل شيء درته. ماشي كانت فوق السخانه؟ طلعت لي السخانه في الولاده. طلعت لي السخانه في الولاده، يعني حتى 41 41 صافي، وثلاث ايام وانا في السبيطار، كان ديك الساعه مطرطقه لي السقيه ولكن ما فيا لا وجع لا والو، تيقولوا لي سيري حتى تفتح لك الوالده عاد باش يمكن نولدوك. تنقول لهم انا راه الولد راه صافي، الولد صافي كيطلع لي جنبي هنا ولصق، يعني نشف من ديك الماء. تيقولوا لي ما عندنا ما نديروا لك، سيري حتى يجيك الوجع، وبقيت ثلاث ايام وانا كنتقطع تما كاينات، حتى من الراجل ما كيخليوش يدخل عندي، كيبقى مسكين غير برا في الباب خارج غير برا، ما يمكنش يدخل عندي ولا يشوفني. من بعد اخويا ثلاث ايام صافي ولدت طبيعي. لا ولدت، درت الغراز، درت الغراز، ولكن مني بحال الاخر واضطروا انهم يجبدوا لي بالفونتوز، يعني تعذبت في الولاده ديالو.